مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. بسرعه بدي اعمل انبوكس قبل ما يشوفني ادم لهذا البوكس، لانه انا عارف مش مهم كتير بالنسبه له. انا اتوقع هذا طلبت بربيش او هوز تبع ميه، اتوقع انه هذا. هذا الهوز الحلو فيه انه ما بتجعلك وبصير صغير زي ما انتم شايفين حجمه، بمد يعني بمد. فهذا جبناه عشان الجاردن زي ما شايفينه. ان شاء الله هنعمل عليه ريفيو سريع. خليني افتحه بس. طبعاً بيجي بالبوكس شغلات، بيجي شو اسمه هذا النوع شايفينه، it's good. بيجي معه I think شغلة زي هيك عشان السبراي، بس هذا المهم هو الهوز نفسه. فحبيت أورجيكم إياه، شايفينه قديش طويل. شوف عشان تشوفوا كل الفيديوهات اعملوا سبسكرايب وشير ولايك. هذا بس واحد من الفيديوهات، اجين تلاقوه على اليوتيوب على الامازون. هذا 100 فيت طويل شويه احنا جبناه، واكستند ثلاث مرات بطول. في منهم بيجي فيه زي هوز وتسكيره، لا بس هذا مش موجود فيه. هاي الشغلات اللي موجوده فيه حبيت اورجيكم اياها. سلام. طبعا هذا الباكج الثاني برضه الكبير اللي حنفتحه بدون ما يشوفه ادم. اتوقع هذا بكرج ميه تبع ميه معقم ميه، بس شايفينه تبع ميه. في جواه هون فلتر، نحط الفلتر هون I think. نحط الفلتر هون وبشتغل. دول بوكسين فتحناهم بدون ما يشوفهم آدم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.